السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمرو رسول من قناة ايمان فيديو. النهاردة هنتكلم عن نتائج مباريات كأس العالم للسيدات 2023 اليوم الجمعة 28/7/2023. النهاردة كان عندنا 3 مباريات. أول مباراة كانت ما بين منتخب الأرجنتين ومنتخب جنوب أفريقيا، المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. عندنا تاني مباراة كانت ما بين منتخب إنجلترا ومنتخب الدنمارك، المباراة انتهت بفوز منتخب إنجلترا بهدف دونارد. عندنا تالت مباراة كانت ما بين منتخب الصين ومنتخب هايتي، المباراة انتهت بفوز منتخب الصين بهدف دونارد. ندخل على ترتيب المجموعات. عندنا المجموعة الأولى بيتصدر منتخب سويسرا ب4 نقاط، المركز الثاني منتخب نيوزيلندا 3 نقاط، المركز الثالث منتخب الفلبين 3 نقاط. عندنا نيوزيلندا والفلبين الاثنين متساويين في النقاط، لكن الأفضلية لنيوزيلندا من حيث الأهداف. عندنا المركز الرابع منتخب النرويج بنقطة 1. عندنا المجموعة الثانية منتخب نيجيريا بتصدر المجموعة ب4 نقاط، المركز الثاني منتخب كندا ب4 نقاط، منتخب استراليا المركز الثالث ب3 نقاط، منتخب أيرلندا المركز الرابع ما عندوش ولا نقطة. منتخب نيجيريا طبعا منتخب كندا الاثنين متساويين في النقاط، لكن فرق الأهداف لصالح نيجيريا. عندنا المجموعة الثالثة منتخب أسبانيا بتصدر المجموعة ب6 نقاط، المركز الثاني منتخب اليابان ب6 نقاط، فرق الأهداف طبعا منتخب أسبانيا. الاثنين رسميا أسبانيا واليابان اتأهلوا لدور الـ16. منتخب كوستاريكا المركز الثالث ما عندوش ولا نقطة، منتخب زامبيا المركز الرابع ما عندوش ولا نقطة. عندنا المجموعة الرابعة منتخب إنجلترا بيتصدر المجموعة ب6 نقاط، والمركز الثاني منتخب الدنمارك 3 نقاط. عندنا المركز الثالث منتخب الصين ب3 نقاط. عندنا طبعا الدنمارك والصين متساويين في عدد النقط ومتساويين برضو في فرق الأهداف. عندنا منتخب هايتي المركز الرابع ما عندوش ولا نقطة. عندنا المجموعة الخامسة عندنا منتخب أمريكا بيتصدر المجموعة ب4 نقاط، منتخب هولندا المركز الثاني ب4 نقاط. عندنا أمريكا وهولندا متساويين في عدد النقاط، لكن فرق الأهداف لمنتخب أمريكا. عندنا المركز الثالث منتخب البرتغال ب3 نقاط. عندنا المركز الرابع منتخب فيتنام ما عندوش ولا نقطة. عندنا المجموعة السادسة، طبعا المجموعة ديت ما لعبتش مباريات الجولة الثانية، لسه هيلعبوها، فالترتيب هو الترتيب القديم بتاع الجولة الأولى. عندنا المجموعة السابعة منتخب السويد بتصدر المجموعة ب3 نقاط، منتخب إيطاليا المركز الثاني ب3 نقاط. طبعا لسه السويد وإيطاليا لسه هيلعبوا بعض، فلحد دلوقتي هم على نقط الجولة الأولى. عندنا المركز الثالث جنوب أفريقيا عندهم نقطة 1، منتخب الأرجنتين المركز الرابع عندهم نقطة 1. فرق الأهداف طبعا لجنوب أفريقيا.